تحية طيبة لكل مشاهدينا إلى أبرز قصص مواقع التواصل الاجتماعي وإلى القصة الأكثر تداولا الآن على صفحات السوريين في فيسبوك وتويتر. أبو فلة يوتيوبر كويتي يجمع مبلغ مليون دولار من أجل مساعدة المحتاجين السوريين في المخيمات في كل من الشمال السوري والأردن ولبنان. تصدر اسم أبو فلة وجهات منصات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد إطلاقه حملة تبرعات هي الأضخم خلال السنوات السابقة والتي تهدف إلى جمع مليون دولار بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وذلك لمساعدتهم قبل حلول الشتاء لهذا العام. ومن المعروف أن المخيمات جميعها تغرق في الشتاء وتحتاج الكثير من المتطلبات التي تصطدم سنويا بالعجز لدى المنظمات والجهات الداعمة. المعروف عن أبو فلة أحد أكثر لاعبي الفيديو الشهيرين في العالم العربي وصاحب أكثر قناة على يوتيوب نموا بين المدونين العرب. المعروف عنه قيامه بحملات تبرع كلما وصلت قناته في يوتيوب إلى رقم معين، حيث كان أطلق حملة تبرع في وقت سابق لدى بلوغ قناته 10 ملايين متابع في العام الماضي وذلك لعلاج 1000 إنسان يعانون من مرض ماء العين. نجحت هذه الحملة في وقتها وحققت يعني أرقام كبيرة. أما عن حملته لهذا العام والتي كانت بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد قالت المفوضية في بيان نشرته على موقعها الرسمي: إيمانا منه بالدور المجتمعي، قرر أبو فلة أحد أكثر لاعبي الفيديو شعبية في العالم العربي وصاحب أكبر قناة نموا على يوتيوب في العالم تكريس جهوده لدعم القضايا الإنسانية. كما أوضحت المفوضية أن إطلاق الحملة يأتي في ظل استمرار معاناة اللاجئين والنازحين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تتزايد احتياجات العائلات خاصة في ظل ارتفاع معدلات الفقر لدى اللاجئين في الدول المستضيفة، مما يجبر الكثير من الأسر على اتخاذ قرارات قاسية لتلبية الضروريات الشتوية كالوقود وأدوات التدفئة والدواء. هذا كان بيان مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي أضافت أنه تقديرا لتخطيه حاجز 20 مليون مشترك في قناته، قرر إطلاق حملة مشتركة مع مفوضية اللاجئين لتوفير احتياجات آلاف الأسر اللاجئة والنازحة خلال فصل الشتاء. عملية التبرع تتلخص في فتح بث مباشر على يوتيوب ودعوة المتبرعين للتبرع على حسابات معينة تحت إشراف المفوضية. وبالفعل استطاع أبو فلة ومتابعوه استطاعوا أن يكسروا حاجز المليون دولار وسط فرحة عارمة من أبو فلة على البث المباشر. دعونا نتابع هذا الفيديو الذي يلخص العملية برمتها والمأخوذة من قناة أبو فلة على يوتيوب ونعود. السلام عليكم. قبل كل هذا، قبل لا أفرح بالعشرين مليون وأصور ردة فعلي وأنزل مقطع العشرين مليون، لازم أخلص الشيء العظيم اللي راح نسويه بعد أن نقدر نفرح بالعشرين مليون. المهم يا جماعة، المقطع قصير وما أبي أطول عليك يا عزيزي المشاهدة، أبي أوصل الكلام هذا. بالتعاون مع المفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الـ UNHCR اعتمدنا المشروع الخيري هذا لأن يا جماعة أخوانا وأشقانا يحتاجون. إحنا في الخليج نحب الشتاء كثير لأن الصيف يكون جدا حار، في الشتاء يكون الجو جميل، عايشين بنعمة والحمد لله وربي يديم هالنعمة، نستأنس ما نخاف من الشتاء والجو البارد، بالعكس نطلع كشتات ونطلع برا ونقعد ونستأنس وغيرنا قاعد يعاني. يوجد ما يقارب 3.3 مليون لاجئ يحتاج للمساعدة في الشرق الأوسط، في سوريا أو أردن أو لبنان أو تركيا أو عراق أو مصر أو يمن. تخيل معي يا عزيزي وعزيزي المشاهدة أن هم في مدار السنة كلها وقاعد يعانون، ما يوصل لهم الطعام الكافي ولا الدواء ولا الدفء اللازم. فتخيل معي يا عزيزي أن يأتيهم فصل الشتاء اللي بالنسبة لهم هو جحيم. قررت مع منظمة UNHCR أن نسوي بث خيري، حملة خيرية نجمع فيه، أن نجمع مبلغ مليون دولار. انا عارف يا عزيز المشاهد المبلغ جدا كبير، بس باذن الله راح نجيب مبلغ المليون دولار. راح يغطي ما يقارب 5715 عائله، ما يقارب تقريبا فوق 17000 انسان، من ناحيه دفء، طعام، دواء ومكان للعيش. طول فتره الشتاء من شهر 11 اللي راح ندخل فيه بعد يومين باذن الله الى شهر 1 بدايه السنه الجديده. انا تعبت يا جماعه، 992 انا. طيب بعدين
المبلغ معلق يا جماعة، المبلغ معلق. أمي وخر عني الله يسلط عليك. لا تلعب علي كذا يا رجال، الله يلعني الله يسامحك، لا تلعب علي كذا، حرام عليك والله. يا الله يا الله، إذن هذه كانت اللحظة التي وصل الرقم فيها إلى مليون دولار أو تخطى المليون دولار، وهكذا كانت ردة فعل أبو فلة. التفاعل كان خرافيا بعد بث أبو فلة لهذا البث المباشر والذي استمر نحو 28 ساعة، إذ انتشر هاشتاج دفي قلوبهم وتصدر لعدة ساعات على منصة تويتر. كتبت على هذا الوسم أو الهاشتاج آلاف التغريدات التي تشيد بأبي فلة وما أنجزه، معتبرة أنه إنجاز تاريخي. مليون دولار ليس مبلغا قليلا وتعجز عن تأمينه منظمات بأكملها. لنستعرض سوية التغريدات التي كتبت على هذا الموضوع، وسأبدأ من هذه التغريدة. لا تقول الفكرة وإن لم يقم بها أبو فلة من جديد، فكرة ملهمة جدا لغيره، جمع التبرعات من خلال اللايف. وصل المليون بعد ما سهر لأكثر من 24 ساعة وغفي قليلا أمام الشاشة من شدة الإرهاق، ليعود بهمة أقوى ليكمل المليون. الله يجزيه ويجزي كل متبرع وداعم كل الخير. أما بالنسبة لهذه التغريدة لناجي فيقول: لو تفاعلكم مع معاناة اللاجئين السوريين زي تفاعلكم مع أبو فلة كان حال سوريا وفلسطين تغير، بس عبيد ترندات إيش بدنا نعمل. أيضا عاكف يقول في هذه التغريدة: اليوتيوبر الكويتي أبو فلة خلال 24 ساعة جمع مليون دولار أمريكي للاجئين السوريين، بوركت جهوده. وأبو فلة اللي عنا طول النهار حاطط فلتر كلب وعم يلهث وراء البنات وعم يغني بسبوس عاشق بسة يدلعها بسبوسة عن اليوتيوبر السوريين. أتحدث إلا من رحم ربي. أما عصام فكتب في هذه التغريدة يقول: لسه بيطلع واحد مسمي حاله ابن سوريا وبيقول لك أنا ما برضى وحدة رقاصة تتصدق علي وأنا مصريي من عرق جبيني، اروح سوي عشر اللي سواه أبو فلة بعدين احكي. التفاعلات هذه وغيرها لم تبقى حبيسة جدران مواقع التواصل الاجتماعي، بل امتدت إلى المخيمات السورية نفسها والتي كانت بالأصل مستهدفة من قبل الحملة، إذ انتشرت على مواقع التواصل هذه الصور التي تظهر تحية أهالي أحد المخيمات لليوتيوبر الكويتي أبو فلة، وقد رسموه على هذا الجدار، جدار الخيمة. صاحب الرسوم بالتأكيد هو الرسام السوري عزيز الأسمر، والذي عود متابعيه على تفاعله الآني مع الأحداث حول العالم برسمها في المخيمات أو على الجدران في الشمال السوري. بالعودة إلى الانتقادات التي طالت صانعي المحتوى السوريين، فقد نال اليوتيوبر السوري سامر وحود والمعروف باسم ابن سوريا أكبر الانتقادات حيال ما قام به أبو فلة، ووجهت إليه الكثير من الانتقادات، منها بتهمة أنك من أين لك هذا يا ابن سوريا. خلونا نشوف رد ابن سوريا الذي أشعل الأمور وزادها تعقيدا، إذ قال ابن سوريا في أحد بثوثه التي يخصها أو يخصصها للألعاب بأن صانعي محتوى هؤلاء أمثال أبو فلة يستجدون المساعدات باسم اللاجئين. دعونا نتابع. ناطرين على راقصة وما ناطرين على مغني لحتى يجي يتمنن علينا ويجي يتبرع عنا، نحن أكبر من هيك بكتير، الله وكيلك نحن أكبر من هيك بكتير، ونحن أولاد عز، نحن ما ناطرين الغريب لحتى يجي يتمنن علينا، ولكن للأسف مرينا بظروف صعبة، بس هي القصة وما فيها. فمعلش لا تكونوا مطبلين للناس اللي بتلبط فيكن واللي بتتاجر فيكن، لا تكونوا من هذا النوع، بالعكس أنتوا كونوا أولاد عز وكونوا بتمكن معلقة من ذهب. هذا الشيء ما بيصير على العلن، وأنا مالي ناطر على يوتيوبر عدم المؤاخذة لحتى يجي يساعد أمي وأخي يلي هني موجودين سوا. نحن عنا رحمة الله بتكفي ونحن أكبر من هيك. أنا بعرف أنه نحن ما منمد إيدنا ومنطلب من الناس، بالعكس نحن أولاد عز، ولكن مر علينا زمن صرنا ترند نحن. معلش برافو برافو ترند، عن جد انتوا والله العظيم صرتوا ترند، فخلوا الناس تلعب فيكم وخلوا الناس تتاجر فيكم بالطريقة يلي بدها اياها
وانتو تعالوا سبوا الاشخاص المحترمين، وتعالوا سبوا الاشخاص يلي هن ما بيتاجروا فيكن، وتعالوا سبوا الاشخاص يلي ما بيكسبوا مصاري من فيكن. انا ما بكسب مصاري بالناس، معاذ الله اني اوصل لمرحله يجيني يوم من الايام انا احط صور ناس واخذ علي مصاري، وانا ما بعرف اذا بدي اوصلها، ما بعرف هي رح توصل، ما بعرف هي الشركه اللي عامله هذا الشيء رح تاخذ 30%، ما لي عارف هي رح تاخذ 40%، ما لي عارف هو اعلان متفق رح اخذ عليه مصاري، ما لي عارف انا عم بعمل هذا الشيء لحتى علي الفيو عندي باليوتيوب، يوتيوب، ما لي عارف لحتى علي المشتركين عندي باليوتيوب. هذا مو شغلنا نحن كيوتيوبرية، هذا شغل سيدي انسوا انسوا. فرجاء خلي اللايف تبعنا، الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم، خلوا اللايفات تبعيتي. اذا هذا كان رد بن سوريا على الانتقادات التي وجهت له حيال قضية أبو فلة والحملة التي قام بها. عموما أبو فلة كان يعني يضع روابط للمفوضية عامة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهي من كانت تشرف على حملة التبرعات تلك. إلى هنا نصل إلى ختام حكي ميديا مشاهدينا، بدل لقاء جديد، وبعد الفاصل نتابع ما تبقى من المشاهدين.